لسه زعلانه مني ولا ايه؟ رانيا طب انا اعمل ايه يا رانيا؟ يعني انا فوجئت اساسا وانا كنت اعرف الست دي قبل ما تيجي يعني. وبعدين انت مش كنت اساسا بتنادي بالصداقه بين الجنسين؟ انا قلت كده بس انا قلت اصدقاء لما يبقوا اطفال مش يبقوا كبار وفارعين في الطول. طب وانا اعمل ايه؟ ما احنا كنا اصدقاء انا وهي لما كنا اطفال، وبعدين كبرنا وبقينا فارعين بالطول، يعني دي حاجه مش بايدي يعني. رانيا ما تزعليش مني بقى رانيا، وبعدين انا اعمل ايه يعني؟ بصي خلاص انسي الولد ده وانسي امه خالص، احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ معرفش انا ماليش دعوه، بنتك اتصرف انت معاه. ماشي. ياسمين بقى محتاجه كام حصه في الاسبوع؟ محتاجه 3 حصص في الاسبوع ب 50 جنيه عادل. طيب يعني ادي 150 جنيه في الاسبوع، يعني في الشهر محتاجه لها بتاع 600 جنيه مش كده؟ عادل تشحس انت بقيت رغاي قوي اليومين دول، كنا بنتكلم عن فلوس ولا حاجه؟ ايه المشكله يعني؟ المشكله في 600 جنيه كل اسبوع؟ ده غير اكلك وغير شربك وغير ماما وغير امك وغير اختك وغير اختك. خلاص هجيب المصاريف دي كلها منين؟ خلاص ما توترش نفسك، انا اقول لك على حاجه جامده جدا بقى، انت هتجيب الواد بوشي ده عندك في البازار يدي لك انت الدروس، وتيجي انت بقى على ياسمين تقوم عامل كده بقى ايه عزنك انت بقى اللي بتشرح لها، وتبدا تشرح لها بقى. يا بنت الايه، انت اول مره تقولي فكره كويسه، يعني هو البوشي يجي لي انا البازار يشرح لي، وبعدين اللي هشرحه لي اجي انا اشرحه لياسمين من غير ما هي تعرف ان هو جه شرح. برافو عليك برافو عليك، انا هعمل كده فعلا. بس افرضي مثلا البوشي ده وهو جاي لي او هو ماشي من عندي مامته جت توصله او تاخده، اعمل انا ايه ساعتها؟ ولا اي حاجه، كلها حاجات بسيطه جدا. قوم انت حياتك مدور وشك الناحيه الثانيه يا عادل كده ايه، وسايب امه قاعده معاك بقى ايه تعمل اللي هي عايزاه يا عادل. يعني ايه مش هبص لها؟ انا زعلانه منك، ازاي تكروتيني في المسلسل بتاع امبارح؟ لا 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 لا، ما قلتليش ان المعلم عاشور اتجوز على مراته فوزيه. المعلم عاشور اتجوز على مراته، والمعلم مسخوط زمانه بيشرب عصير قصب في اسيوط. يا بنتي بقولك انا معايا الدليل والبرهان دلوقتي، المرجع اللي قدامي ده عن الموضه الفرنسويه في عصر لويس التاسع عشر في القرن التاسع عشر. يا سلام، هو عشان لويس التاسع عشر يبقى القرن التاسع عشر اي كلام وخلاص. بقول لك ايه، مستعجل مستعجل. يوه ما تركزي معايا بقى يا صابرين. بقوا اتنين، مش كانت صابره بقوا مصابرين. الفصل ال 13 والفصل الاخير هيجي امتى بقى؟ ايه ده؟ محدش بيتكلم في التليفون؟ الحق بقى اكلم المعلم مسخوط. يا نهار ابيض، حد يفتح يا جماعه، يا اخوانا حد يفتح. ايوه ايوه ايوه، حاضر 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 حاضر. صباح الخير. صباح النوي تحت امير. انا بقالي 10 دقايق واقف على الباب. ايوه، انا عايز ايه حضرتك؟ معايا فاتوره التليفون. فاتوره التليفون، طيب متشكرين قوي يا سيدي. شكرا. العفو. جنيه حرام عليكم حرام عليكم، انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ ايه حرام عليكم، 3700 جنيه فاتوره التليفون. معلش يا عادل، اهدى اهدى، تملك اعصابك يا حبيبي، والحق بقى اتكلم عم مسخوطه ده قبل ما يوصل اسوان. مسخوط مين؟ مسخوط مين؟ ما خلاص باظت اساسا الصفقه، انا كنت هكسب فيها 2000 جنيه وفاتوره التليفون 3700 جنيه، خلاص بعد كده مفيش تليفون. يا جماعه اتفضلوا، مفيش حد غريب. هناء وامل اخواتي احفاد المرحوم جدي. وحضرتك كويس ان انت استعنت بيا يعني، وانت عرفت عنواني ازاي؟ انا لقيت ورقه في الارض مكتوب عليها حانوت السعاده الابديه، فاتصلت بيك فجيت. حضرتك يعني متاكد ان هو مات يعني؟ ان شاء الله يكون مات، لانه كذا مره قبل كده تجيله غيبوبه نص ساعه ونفتكر انه مات يصحى تاني، المره دي بقاله ساعه ونص، فان شاء الله يكون مات، صح ولا ايه؟ لا ان شاء الله يكون مات باذن الله يعني، والف يعني باذن الله. الباقيه في حقكم يا جماعه، شد حيلكم. مال ايه يا عم؟ انت هتخطب، خش في شغلك وخلصني. واضح ان مش حضرتك بس اللي مستعجله على الميراث يعني يا استاذ شاكر. الله يرحمه كان بخيل ومطلع عينين الكل. ده احنا مشفتاش معايا يوم واحد حلو. خلاص يا اخوانا بقى، الباقيه في حياتكم يا جماعه، يعني شد حيلكم مال، ما تخلونيش اخش اولع في المتوفي. وحدوه، انا جاهز يا معلمي. جاهز جاهز، بعدد الدفن على طول، مش في حاجات بتعمل. اتفضل اتفضل. هي الاوضه دي؟ ايوه اتفضل. وحدوه. دستور. لا اله الا الله. يا
ولا رمزي ما تثبت يلا ايه الرعشه اللي انت فيها دي يلا يا دولا انا انت اللي مش خايف انت اللي مش خايف لا دولا مش خايف انا مرعوب يلا طب هنعمل ايه دلوقتي يا دولا بص بقى يلا رمزي انت هتروح تكشف المتوفي وبعدين انت هتغسله بقى وبعدين انت هتقوم بقى تغسله بالكفن والحاجات دي وبعدين انت بقى تدفنه بقى وخلاص ايه يا دولا اللي انت طب وانت مش هتعمل حاجه يا دولا يلا هو كل حاجه انا اللي عاملها مش انت المساعد بتاعي يلا انت اللي جاي تساعدني امال هتساعدني ازاي يلا ايوه يا دولا ما انا المساعد بتاعي بس انا جاي اتعلم منك طب بص عشان تتعلم هات دول وخش عليه اكشفه بس بالراحه لان المتوفي بيحس ان هو ميت باين ولا ايه يلا 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 ايه عمل لك ايه؟ انا دول قدر ظروف يا دول قدر ظروف وانا مين اللي قدر ظروفنا يا انا يخرب بيتك مين اللي قدر ظروفنا؟ طيب هنعمل ايه دلوقتي يا معلمي؟ معلمك ايه؟ وانت شايفني واقف في سلخانه بس انا جات لي فكره يلا جات لي فكره ايوه احنا ناخد بعضنا كده ونقصرها ونروح لا نروح يلا عايز تشمتهم فيا يلا يلا بقى هنعمل ايه بس بهدوء احنا ايه انا وانت هنهجم على المتوفي هجمة رجل واحد اللي هو مين؟ اللي هو انت بعد كده نخلص على طول بعد كده هي دي بس عشان اول مرة بعد كده اما نتعود بقى نخش على الميت تك 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 نخلص على طول لا خش انت تك تك الاول وانا انا بتعلم وراك انت وانا وراك يا دولا انا وراك انا مش فاهم انت خيخة ليه يلا كده ما تخش يضع الحتة وخلص يا مالك يلا رمز في ايه؟ ولا غاز غاز شايف اللي انا شايفه ولا ده الحكايه باين عليها بقت مرقبه خالص انت مين وايه اللي جابك حضرتك انا حنوتي وده المساعد بتاعي حضرتك علينا الكلام ده يا حرام يا نوري منك ليه انا هطلب له البوليس صح انا حرامي وعايز البوليس عايز البوليس حضرتك انا حنوتي هو حرامي وعايز البوليس هو حر بس حضرتك انا حنوتي كنت جاي انا عشان اتصرف مع حضرتك يعني انتوا حراميه لا حضرتك والله مش حراميه ولو حضرتك مش مصدقنا ممكن تسال شاكر حفيد حضرتك يعني يا ولد ولد يا شاكر ايوه جد تحت امرك انت صحيح جبت الحنوتي ده والمساعد الحيوان اللي معاه ده فاكرني مت خلاص انا ما اعرفهمش اساسا يا جدو وبعدين يعني ايه مات واحد نام له ساعه يبقى مات ساعه ونص وانت بقى مرت كمان ما كنت مستني الورث ورث ايه يا حرامي منك ليه جدو حبيبي مش مخلينا عايزين اي حاجه طب حضرتك انا عندي اماره تانية بقى امرت اخواته اللي اسمهم امل وهناء اللي قاعدين بره لابسين اسود ومستنيين موت حضرتك يعني جدو حبيبي نومي العوافي جدو خد العصير الحلو ده من ايدي هاتي خساره فيكو اظن بقى كده يا جدو عرفت انهم حراميه وكدابين حراميه وكدابين ايه حضرتك احنا مش حراميه ولا كدابين والله ده هو اللي قايل لنا ده احنا حنوتيه عاديين يعني اخرس يا حرامي منك ليه انا عايز البوليس بس يا حرامي منك له ودلوقتي كل واحد هياخد جزاءه منكو بحق الله غريبه قوي مفعول الحبايه المفروض يكون انتهى من زمان انت اللي بتقول لنا كده يا دكتور ده انت المفروض تطمنا انت كده بتقلقنا اكتر ما احنا قلقانين ما تقلقش هو خلال ساعه هيفوق هو بدا يهلوس خلاص ساعه ايه ما ينفعش ساعه ده العمليه هتتم على طول وبعدين حضرتك لازم يبقى موجود لان هو ده الضابط المسؤول عن العمليه طب يا دول ما تكمل انت اكمل ايه يا اخي لا انا اخري ان انا اراقب اكتب معلومات حاجات زي كده لكن اقف بين عصابتين بيتاجروا في السلاح طلقه تيجي من العصابه دي طلقه تيجي من العصابه دي وانا في النص لا طبعا ما تشوف حل يا دكتور بعد الشر يا دولا طبعا بعد الشر ايه ده دولا ده لسه عايش انت عايز يموت ايوه لسه عايش الحمد لله يا ابراهيم يا ابراهيم يا دكتور شوف يا دكتور شوف يا دكتور المرحله دي اسمها انا عايش ومش عايش عايش ومش عايش ده وقت عمرو دياب ما تشوف لنا حل يا دكتور بدل ما انت قاعد عمال بتغني كده خلاص ما تقلقش هانت خلاص ها
هانت بعد قد ايه؟ لان بعد 5 دقايق اسمها هانت وبعد اسبوع اسمها هانت برضو. ماما جهزت لي فطار ولا لسه؟ فطار ايه بس يا عم ابراهيم؟ قوم شوف المصيبه اللي هتحصل دي. يعني انا زمان كنت بحل الامتحانات مكانك، هحل لك شغلك ازاي؟ قوم يا ابراهيم. دولا انا خاف العصابه تمشي من غير ما تموتنا. يهبل يهبل، يعني كل امنيتك ان العصابه تموتنا؟ ما هم لو موتونا هنموت يهبل. عادل سعيد انا بعمل ايه هنا؟ ايه يا عم قوم، انت جاي تسال؟ قوم بقى يا ابراهيم. الساعه كام؟ القضيه، تجاره السلاح. ما تقلقش انا مظبط كل حاجه، والعصابه ظبطتها، وهنقابل رئيس العصابه كمان 5 دقايق. قوم بقى يا ابراهيم. يا ابراهيم ابراهيم يا دكتور. السلام عليكم، ازيك يا رن؟ ازيك يا بيبي، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. بقول لك ايه، بدل ما انت قاعده بتقري في المجله كده اهو، قومي اعملي لي لقمه كلها، انا جاي ميت من الجوع. يا بيبي غذاء العقل مفيد جدا جدا للروح. لا غذاء البطن اهم كتير يا ماما، لان الواحد لو ما شبعش هتطلع روحه. يا حبيبي غذاء العقل هو اللي جاي، غذاء المعلومات هو المنتشر دلوقتي، لان في ثوره معلوماتيه في العالم ضخمه جدا. يعني انا مثلا هدي لك فور اكزامبل، مثلا عندك البي سي مثلا، لما البي سي ده البي سي يا حبيبي هو البيرسونال كمبيوتر. ما تجيبليش سيره الكمبيوتر ده لو سمحت يا راني. هو في ايه يا عادل؟ وانا كل ما اكلمك تعمل كده بقى؟ عندي مشاكل كتير جدا في الشغل بسبب الكمبيوتر. في ايه يا عادل؟ ايه المشاكل؟ طمني. زفت الطين رمزي ده، انا مش عارف اعمل له ايه، يعني فعلا بيخسرني كميه خساير ما فيش حد يقدر يتحملها. ده يا رانيا غبي جدا جدا. طب واللي عنده الحل اللي يريحك؟ يا سلام، عندك الحل وسايباه قاعد في قرابيزي بقاله قد ايه؟ ما تقول يا رانيا. الحل عندي في المجله دي. ايه سم فرن مثلا؟ اعلان عن سم فرن؟ والله ممكن تبقى فكره، احطه له في الكوكتيل ونخلص منه. لا يا بيبي مش اعلان عن سم فرن، دي عياده جديده تقوم بتنميه الذكاء. يعني بياخدوا الواحد كده وهو غبي كده ومفلحس على عينه، وبعدين بقى ايه، يقوموا عاملين له حاجات كده معينه، وبعدين فجاه يبقى جينيس واذكى واحد في التاريخ. لا انت مش فاهم رمزي، رمزي استحاله حاجه زي كده تنفع معاه. ده عباره عن كتله غباء متحركه، ده الماده الخام للغباء. يعني عارفه زي اليورانيوم كده ما بيبقى مشع، رمزي بيشع غباء، يعني ممكن ياخدوا منه ويعملوا قنبله الغباء اللي هتدمر العالم. طب يا بيبي ما تجرب يا حبيبي، انت مش هتخسر حاجه، احتمال كبير قوي الموضوع ده ينفع معاه ويتحول لبني ادم ذكي ويرحمنا بغبائه من تدمير حياتنا دائما كده يعني. لا 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 مش هينفع، عارفه خرب بيتك يا دي، 5 كوبايه كوكتيل تشربها دلوقتي وبرضه مصر ما تجيش معايا عند الدكتور. يا دولا طب وانا اجي ليه معاك عند الدكتور يا عم؟ وانا عيان اصلا؟ يعني اهو برضه نطمن الدكتور يشوف عندك مثلا عسر هضم، عسر فهم، عسر اي حاجه. لا يا دولا انا ما عنديش اي حاجه الحمد لله، انا لسه شارب يا عم 5 كوكتيل همت، ولسه شارب كمان شاي قبليه، ولسه واكل سندوتشات قد دولت كده. طب يلا ما يجراش حاجه يلا، يعني بص هتيجي معايا عند الدكتور تساعدني. بقى ده اسمه كلام يا دولا؟ ده اخر الكلام يعني؟ رمزي ابو الرماميز ابن عم دولا يشتغل تمرجي؟ تمرجي ايه يا هبل؟ تمرجي ايه بس؟ ايوه دولا انت مش بتقول لي اجي عند الدكتور معاك علشان اساعده وهو بيكشف عليك؟ لا يلا بص يعني تساعدني انا، يعني مثلا وهو الدكتور بيكشف عليا لقيت نفسي عطشان تسقيني، لقيت مثلا الدكتور هيديني حقنه وانا بخاف من حقن فانت مثلا تاخدها مكاني، لقيت الدكتور بيقول لي يا عادل عايزين ننقل لك دم فاشرب من دمك. تشرب من دم دولا؟ اه لا ما عادي، ما نقل الدم ده بالظبط حاجه بسيطه جدا. انت مش بتشوف الافلام واحد عايزين ينقلوا له دم بينيموه كده على السرير ويجيب واحد تاني هينقلوا له منه دم، يحط الشليموزه اللي معاك ده كده اهو في دراعه هنا اهو كده اهو، وبعدين تلاقي واحد تاني بقى اللي هو محتاج الدم ده بيبقى نايم تحت السرير يقعد بقى يشفط من دم. لا يا راجل صدق يا دولا انا ما بشوفش انا اللي تحت السرير دون. ماشي يا دولا انا هاجي معاك وتشرب من دم براحتك يا دولا، بس بقول لك ايه ما تحفش قوي علشان انا الدم عندي قليل. انت ما عندكش دم اصلا ما تقلقش. المهم هتيجي معايا عند الدكتور. دكتور؟ ليه يا دولا انت عيب؟ ولا ما تسمعش حاجه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضل. مين فيك اللي هيكشف؟ يا حضرتك بس بعد اذنك دقيقه واحده. اتفضل. حضرتك يعني اللي معايا هو اللي هيكشف لانه غبي جدا يعني، انا بس مفهمه ان انا اللي هكشف عشان يوافق يجي معايا هنا. بس انت كمان لازم تكشف. حضرتك يعني اكشف ليه؟ يعني ده هو اللي هيكشف، هو غبي جدا، هو ما يتخيرش عن الحيوانات اللي مرسومه على الحيطه، ده غبي جدا جدا يعني. مش انت اللي تقول انا اللي اقول. طيب حضرتك انا اكشف ليه يعني؟
عشان يحس ان انت عيان بجد. ايوه صح صح صح، الله ينور عليك يا دكتور، يعني اكشف كده وكده يعني. لا انت هتقعد على جهاز كشف الغباء. ماشي، بس برضو يعني مش كشف حقيقي ده، كده وكده طبعا. بس المهم بقى تدفع الكشف. حضرتك ادفع الكشف؟ ما انا دفعت الكشف بره عند الانسه اللي واقفه بره يعني. لا انت دفعت على راس واحده، انا دلوقتي هكشف على راسين. راسين ايه حضرتك وانت بتكشف على خرفان يعني؟ حضرتك احنا بني ادمين، ايه راسين دي؟ ايوه طب قول لي انت، الذكاء والغباء بيبقى موجود فين؟ مش في الراس؟ ايوه صح صح. ايوه بس حضرتك ما دام انا هكشف كده وكده ادفع بقى كده وكده. مين قال لك ان انا هكشف كده وكده؟ انا هكشف عليك بجد وبجد قوي كمان عشان تبقى مسبوكه قدام صاحبك. ايوه صح يا دكتور والله، الله ينور عليك، مش عارف اقول لحضرتك. اتفضل استفتحك قشطه ان شاء الله. يلا عندها بقى صاحبك ترزي. رمزي يا حضرتك، رمزي. يلا يلا رمزي. يا دكتور انا اسف، انا اسف يا دول، اسف. شوف الدكتور عايزك. يلا. نعم حضرتك. تعالى عشان هتقعد على جهاز كشف الغباء. كشف الايه؟ كشف الكذب يعني، عشان الدكتور يشوفنا انا كذاب ولا مش كذاب. طب وانا مالي يا دول؟ انا مش كذاب، انا مال انا. يعني بص، مش انت ابن عمي يلا يا رمزي؟ ايوه دول. طيب يعني اللي يفيدك يضرني واللي يضرني يفيدك؟ صح. شفت بقى؟ صح يا دول. اقعد هنا؟ هنا. عرفته من البطاطس طبعا. الف سلام عليك يا دول يا رب. ايه ده؟ ايه البرونيتا دي؟ الدنيا هتنطر؟ لا ده جهاز رسم المخ. خير يا دكتور؟ لا خير تمام، الجهاز ابتدى يدخن اهو. مبطله. قوم يا ابني. شكرا يا دكتور. تقدر تتفضل بره يا استاذ رمزي. استاذ رمزي؟ يا انا اول مره في حياتي حد يحترمني ويقول لي يا استاذ. لا لا بلاش لك، اطلع بره. الله. شفت يا دكتور، يعني حضرتك ما بيجيش غير بكده فعلا. يلا دورك انت يا استاذ. حضرتك دوري ليه؟ ما خلاص هو خرج يعني، مش عايزين نعمل تمثيليه على حد يعني. ده مخ، مخ طفل ده، ممكن شوف حاطط شفاطات ممكن يتصنط. طيب ماشي يا دكتور، حضرتك قادرة طبعا. المسائل النفسية دي سيبها لي. ماشي. هي دي كهرباء ولا حاجة يا دكتور؟ لا 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 لا، مفيش كهرباء ولا حاجة، وبعدين الزم الصمت. حاضر. تمام كده؟ ابتدى يدخن. يلا. اتفضل. ماشي يا دكتور. ادي رسم صاحبك وادي رسمك، ادي المخين في ايدي. اتفضل استريح. شكرا يا دكتور. حضرتك عنده ايه يعني؟ هو تمام ولا ايه؟ والله مش عارف اقول لك ايه ولا ايه. ايه يا دكتور، هيموت ولا ايه؟ لا مش للدرجه دي يعني، انا الحقيقه اكتشفت ان هو مش غبي. مش غبي ازاي حضرتك؟ ده بص، ده المادة الخام بتاعة الغباوة يعني، بياخدوا منه ويحقنوا الناس اللي بيبقوا أغبياء بعد كده يعني. هو مش غبي، إنما بقى عنده أعلى درجة من درجات التخلف العقلي اللاواعي. التخلف العقلي اللاواعي أنا مش فاهمها، بس شكلها حاجة خطيرة جدا ولا يا دكتور؟ والله رسم المخ بتاعه هو اللي بيقول كده. رسم المخ؟ طب حضرتك بعد إذنك ممكن أشوف رسم المخ ده؟ أوي أوي. اتفضل. حضرتك دي ورقة بيضة. ايوه، لانه هو ما عندوش مخ اصلا علشان يتعالج، فاضي خالص. ده في كمان بعض نقط سودا وبعض رسومات غريبه كده، ما قدرناش نفهم ايه دي، ما طلعتش في الطباعه. حضرتك اكيد النقط السودا دي التماثيل اللي بيكسرها، والرسومات الغريبه الكوكتيل حضرتك اللي بيشربه. طب ايه الحل يعني؟ كده ملوش علاج ولا ايه يا دكتور؟ لا للاسف ملوش اي علاج في مصر. حضرتك ممكن نعالجه في موزمبيق مثلا؟ ما انصحكش، ملوش اي علاج في مصر ولا في الخارج، مفيش فايده. يلا نصيبه كده بقى، هنعمل له ايه؟ استاذن انا يا دكتور. راح فين يا استاذ؟ هروح بقى. اقعد اقعد، لا تديك باللوكش. ايه يا دكتور في ايه؟ المشكله مش في صاحبك رمزي، المشكله فيك انت. في انا؟ ازاي يعني؟ ايوه يا استاذ، رسم المخ بتاعك بيقول ان انت اللي غبي. انا غبي؟ استحاله طبعا يا دكتور، انا واثق من نفسي كويس، انا مش غبي طبعا. ما تعرضنيش، ما تعرضنيش يا استاذ. اتفضل اقرا الكتاب ده وبعدين تجي لي. ماذا تفعل لو كنت غبي؟ حضرتك يا دكتور انا مش غبي، انا مش غبي، انا واثق من نفسي. اول اعراض مرض الغباء ان الغبي يقول على نفسه مش غبي. يعني مش غبي؟ خلاص انا غبي، ايه الحل يعني؟ اعترفت يبقى تتعالج. اول الاعراض ان اقول على نفسي مش غبي. تاني الاعراض ان المريض الغبي يقرا الكتاب ده.
بقى كده. طب مش قاري الكتاب؟ استنى بس دولا، بقول لك يا دولا، هو ده تمثال رمسيس الثاني ولا رمسيس الثالث؟ رمسيس الرابع. الرابع ماشي. حضرتك ده تمثال رمسيس الخامس. ولا انا قلت الخامس يا دولا؟ ما هو كده كده بيفاصل. هيفاصل في اسره يا ابني. ماشي. حضرتك ده تمثال رمسيس السابع. بس ده تمثال توت عنخ امون. لا هو شبهه بس. ثالث اعراض الغباء ان يقوم المريض الغبي برمي الكتاب ثم يعود ويقرا الكتاب مره اخرى. عيب ما تعملش كده تاني يا غبي. لا ده قصدنا انا بقى. في حاجه دولا؟ لا مفيش مفيش. الغبي فيه شعره بيضة في رمش عينه اليمين. مش بسيطه. ولا رمزي عندك مرايه؟ يا دولا اهو خد يا دولا. وريني كده اهو. الحمد لله ما فيش اي حاجه في رمش عيني اليمين ولا عين الشمال حتى. يبقى انا كده مش غبي يا معلم. عندما تقرا هذه الفقره وتذهب الى المرايه بسرعه وتنظر فيها فاقتنع داخليا انك غبي جدا جدا جدا. انت يا غبي. ايوه. ايه يا رمزي ما ترد على الاستاذ؟ ما انا واقف هنا بقول انت مش فاهم في التماثيل بتبيع ليه. اكيد انت غبي واللي مشغلك اغبى منك. كده زفت جبتلي الشتيمة. أنا أول مرة حد يقول عليا غبي. كذاب طول عمرك غبي. يا بنتي يا بنتي افهمي افهمي. أبوس إيدك. الدرس سهل جدا يا ماما. غصب عني أنا يا ماما مش عارفة أكتب الدرس. الدرس صعب. طب ركزي ركزي حلوتك. لو كنت غبي اتصل أنا على 0300. 0300 هتساعدك. ده لو كنت غبي. ويمكن تبقى ذكي. اتصل أنا على 0300 ده لو كنت غبي. ايه ده؟ ايه المحطة دي؟ مين اللي فتح المحطة دي وجايبينها ليه يعني؟ محدش جاب المحطة يا عادل. انت اللي جايبها يا حبيبي. طب المحطة دي محدش تتفرج عليها تاني. انا بقول لك اهو. اوكي يا عادل. هقلب بقى اشوف محطة تانية. والان مع الفيلم العربي غبي منه فيه. انا مش عايزين نشوف افلام عربي. انا اشوف فيلم اجنبي بقى احسن. والان مع الفيلم الاجنبي غباء فغباء. ايه التلفزيون الغبي ده؟ غبية اغبية. كلكوا اغبية. يا سناء ما تحترمي نفسك. ايه كلكوا اغبية دي؟ في حد غبي تعرفيه قريب منك مثلا؟ اعرفه طبعا. اعرفهم كويس قوي 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 يا عادل. هم مين دول وتعرفيه منين وازاي يعني؟ طبعا اعرفهم كويس قوي. العيال اللي انا بدرس لهم في الفصل يا عادل. دول عشرة غباء غباء غباء. العيال اللي بتدرسيه لهم. الحمد لله. بس يعني سناء غصب عنهم. هم مش ذنبهم ان هم اغبياء. ربنا خلقهم كده يعني. عادي يعني. لا يا عادل مش عادي يعني. الغباء ده جريمه. لازم الاغبياء دول يتلموا في حته ويموتوا عشان البلد تنضف من الغباء. يموتوا ايه؟ مش ذنبهم ان هم اغبياء يعني. ربنا خلق لهم عقلهم كده يعني. ما نقدرش نعيب على عقلهم لان دي حاجه مش بايديهم. كل واحد ما بيختارش عقله يعني. عادل عارف انا لو طول الم مجموعه معينه من الاغبياء واحطهم كده في ميدان وامر باعدامهم. مش رميا برصاص. رميا بالجزم. بالجزم؟ قصدك ايه؟ هم يعني عشان مخهم جزمه هترميهم بالجزم يعني؟ ايه التفكير الدموي ده يا سناء؟ هو ما حدش بيختار عقله يعني؟ ايه انت بتقول ايه يا عادل؟ بتقول ايه؟ بقول يعني ده عنف اللي انت بتتكلمي فيه. ده حرام عليكي. قصدك ايه يا عادل؟ قصدي يعني لو انا مثلا كنت غبي وده مش حقيقي خالص يعني كنت هتقتليني يعني وتعدميني رميا بالجزم؟ لا لا يا عادل انت اخويا. احنا دم واحد. احنا اخوات مالناش الا بعض. لكن انت لو غبي بايديا دي اغسل عاري واخلص منك. مش هنيك بالجزم. لا بالقبايب. هتعملي لي فيها شجره الدر. ايه يا سناء؟ ايه يا سناء العنف اللي انت فيه ده يا سناء؟ وانا عملت لك ايه يعني؟ وبعدين ده غصب يعني. في ايه؟ ما عادي ان الواحد يبقى غبي. في ايه؟ مفيش حاجه. انا هروح اشوف شغلي ومصلحتي يا ناصير الاغبياء. ماشي روح 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 بالتاني غبيوه. يلا روحي. انا لازم اتصرف بعد كده. انا لازم اعمل نقابه للاغبياء وابقى انا النقيب بتاعها عشان ادافع عن كل الاغبياء اللي زي اللي موجودين في العالم كله ضد اللي زي سناء والعنف بتاع سناء. يا بنتي الغباوه دي يا بنتي. ده انت غبيه ولا ايه يا بنتي؟ مش فاهمه ايه الغباء اللي انت فيه ده. مش عارفه تحلي اي حاجه لانك غبيه. ايه يا رانيا؟ ايه يا رانيا في ايه بس يا رانيا؟ في ايه؟ مالها مضايقاكي في ايه يا ياسمين؟ انا مش عارفه ايه الغباء اللي هي فيه ده. انا مش فاهمه. مش عارفه تحلي خالص لانها غبيه اثر. وانا مش عارفه هي جابت الغباء ده منين اساسا. قصدك ايه يعني؟ هكون جابت الغباء ده منين؟ هو في حد في البيت غبي يعني ولا ايه؟ انا مش قصدي حاجه يا عادل. بس انا
زهقت بصراحه، انا تعبت. ما تحاولي معاها تاني يا رانيا. انا مش هحاول يا عادل، انا مش هحاول، لانها غبيه اثر وانا ما بحبش اتعامل مع الاغبياء. اتفضل انت اتعامل معاها، يمكن انتوا تفهموا بعض. اوف. احنا نفهم بعض على اساس احنا الاثنين اغبياء زي بعض. مالك يا ياسمين؟ انا يا بابا مش فاهمه الدرس، ماما عماله تزعق لي وبتقول عليا ان انا غبيه ومش فاهمه حاجه خالص. غبيه؟ انت مش ذنبك يا ياسمين ان انت غبيه، لان دي حاجه ليها علاقه بالوراثه وبالدي ان ايه. انت مش ذنبك ان انت طلعتي غبيه لحد تاني غبي يعني، بس انت كده اثبتي الحمد لله يا ياسمين ان انت بنتي، بنت حلال مغبي. يلا بوسه من البنوته الغبيه لباباها الغبي. يا بابا في ايه؟ بهزر هزار. دولا يا دولا، ده رابع كوبايه يا دولا. ايه ده، انا اول مره اشوفك بتشرب كوكتيل كده بالاشكال دي، ايه ده؟ ما هو ده يلا المشروب الرسمي للاغبياء امثالك يعني. المشروب الرسمي يعني زي الراعي الرسمي كده. مش عارف اقول لك يا رمزي، ما انت عصك مش هتفهم يعني. عموما يعني مش قادر اقول لك يا غبي، لان ما ينفعش اقول لك يعني لا تعيرني ولا عايرك، الغباء طايلني وطايلك. دولا انت بتكلم نفسك بصوت عالي، فاكرني مش سامعك يا دولا؟ ها انا كلمت نفسي. حته لحته. ايوه نعم الباشا باشا. الحساب بقى حته عشان نمشي بقى. حسابك يا استاذ عادل، ادي 1 زائد 2 في 34 على 2 75، كل باشا 75 جنيه. 75 جنيه؟ ليه 75؟ اتفضل الورقه اهي واحسبها. وريني كده. 1 في 2، 1 في 2 ب 1 في 2 ب 1 في ايه ده، انا نسيت جدول الضرب. ضرب يا استاذ عادل، ده جمع مش ضرب. جمع جمع يعني، و5 يبقى 85 جنيه يعني. ماشي. لا لا يا باشا 75 جنيه، انا بعرف احسب كويس. تمام 75 جنيه. انا اصلي كنت بختبرك يعني على اساس بشوفك يعني حرامي ولا ايه. 75 جنيه اهو. ايه ده ايه ده ايه ده دول 75 ايه يا عم؟ احنا ادي حته شاربين كام كوكتيل، مش 5 كوكتيل، انا 1 ودول 4، والكوكتيل بكام يا عم؟ مش ب 3 جنيه يعني؟ 3 في الخمسة ب 15 جنيه بس يا دول، مش 75 يا عم. صح يا رمز، معلش يا عادل، يبقى حسابكم داخل على زبون تاني. معلش بقى هجيب حسابكم حالا اهو. ولا رمز، انت عرفت الحساب ده كله على بعضه مره واحده كده ازاي يعني؟ هو انت بتروح للدكتور ولا ايه؟ ايه دول انت فاكرني غبي؟ قصدك ايه؟ مين اللي انا مش غبي مش غبي مش غبي مش غبي مش غبي. ايه ده ايه ده، كسرت التمثال يا غبي يا غبي. معقولة ابني حبيبي يبقى غبي للدرجة دي؟ مش ممكن. لا 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 لا، انا هتبرى منه. انت مش ابني، انت غبي غبي. عادل لو سمحت، انا ما اقدرش اقعد مع انسان غبي في بيت واحد. انت غبي غبي، طلعني طلعني طلعني. ايه يا ياسمين مالك؟ كل البنات في الفصل معايا عمالين يقولوا لي يلا يا اللي باباك غبي. ليه يا رب؟ ليه يا رب خلقتني غبي؟ ليه يا رب خلقتني غبي؟ كل عيلتي عايزة تتبرى مني. لا الحساب هو يا معلم، وده الورقة اللي مكتوب فيها الحساب. وريني. انت غبي يا جدع، مش عارف تحسب 1 + 2 بكام يا غبي؟ حضرتك يعني معلش معلش حضرتك، انا هجيب آلة حاسبة صيني عشان تبوظ على طول يعني حضرتك. ولو حتى اشتريت كمبيوتر، انت غبي غبي غبي. حرام عليك يا دكتور، حرام عليك يا دكتور عقل، حرام عليك. لا لا لا، حرام عليك يا دكتور عقل، حرام 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 حرام. عادل يا حبيبي قوم يا حبيبي، مالك في ايه؟ يا ده كان كابوس. يا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عادل هو مين دكتور عقل ده؟ مش عارف اعيش بعد ما عرفت ان انا غبي. اعمل اي حاجه ابوس ايدك يا دكتور. اي حاجه ازاي يعني؟ يعني شوف لي اي علاج مثلا ينمي الذكاء، عمليه تلغي الغباء. لا ما ينفعش في حالتك اي عمليه. امال هعمل ايه يا دكتور؟ الناس كلهم بيتعاملوا معايا ان انا غبي، انا خايف اتكلم مع الناس لا يعرفوا ان انا غبي يا دكتور. الحل الوحيد وعلاجك ان انت لا تتارجح، يعني خلاص تقتنع وتتكيف مع الوضع بانك غبي. اتكيف اتكيف ماشي، انا ممكن اجيب تكييف في البيت واجيب تكييف في البازار، وممكن اغير العربيه اجيبها بتكييف حضرتك. مش هو ده التكييف اللي انا اقصده، انا اقصد تتكيف مع الوضع بانك غبي، يعني تفكر في كل حاجه كويس قبل ما تعملها. في الحاله دي تبقى بتفهم كويس.
يعني ما حدش بعد كده ممكن يعدمني بالجزم ولا بالبلخ. ماشي ماشي يا دكتور، هعمل كده هتكيف مع الوضع. بس حضرتك ما قلتليش التكييف ده اجيبه كام حصان؟ يا ساتر يا رب، الدنيا حر نار نار. ولا ازازه ميه في الثلاجه؟ ايه شربت الميه كلها؟ ده حاجه غريبه والله. عندك حق والله يا انعام، انا خلاص مش طايقه انا نفسي بقى من البتاع القرف اللي في ايدي دي اللي مطلعه لي ميه نار في وشاتي. يا سناء ما تخفي ايدك على السشوار شويه هتخربيه. ما انت بتستعمليه بالعشر ساعات وما حدش بيقول لك اقفليه ولا بتريحيه ثانيه. اشمعني انا يعني؟ ولا عشان هو بتاعك هتزليه بيه؟ ماما ماما لو سمحتي بقى قومي، خلت انا اجلى من على الكمبيوتر عشان اقعد العب عليه شويه. يا بنتي يا حبيبتي، هي مش قالت لك نص ساعه؟ لسه نص ساعه ما عدتش. يا سناء خدي حطي لي الشاحن ده في الموبايل. ها يا عم انت مش شايفني مشغوله؟ مش شايف ايديا مشغوله؟ ما تحطه لنفسك. ايه يا سناء؟ بقول لك حطي لي الشاحن في الكهرباء اللي فيها، عايزه يشحن شويه قبل ما انزل. بيبي امتى هترجع لنا البوتاجاز اللي بايظ بتاعنا وبيتصلح؟ انا بقالي اسبوع بستخدم بوتاجاز الكهرباء. وايه المشكله؟ استعملي البوتاجاز بتاع الكهرباء، الكهرباء موجوده، هتروح فين يعني؟ يلا يا سناء حطي لي الشاحن بقى في الكهرباء يلا بسرعه. يا اخي ما تقرفناش معاك بقى، مش بقول لك ايدي مشغوله؟ وبعدين الشاحن بتاعك ده بيلمس، بقعد ساعة مسكة كده لغاية ما بيرضى يشحن الموبايل بتاعك. ماشي ماشي انا هتصرف خلاص. طيب خلاص بقى يا جماعة انا هتصرف، انا اقول خلطة نجلة تقوم. اجل بس تعهبت اليوم، مش كفاية موقفاني في المطبخ بقالي ساعة بعملك عصير الفراولة؟ يعني ما حدش عايز يساعدني. ماشي انا هتصرف. يو يو يا عادل، مش معقوله بجد، مش معقول كده، انت شايفنا كلنا مشغولينين. الله هات يا عادل احطه انا، سيبك منهم. لا يا ماما بلاش انت عشان ما تتكهربيش يا ماما. يعني انت كنت عايزني انا اتكهرب؟ ما انت لو اتكهربت مش خساره يا ماما، ده مصر كلها تفرح يا ماما. انا هحطه في الشاحن. يا رب تتكهرب يا عادل. انا مش قادر اصدق كل حاجه خسرناها في لحظه واحده. يا حبيبي مش عايزه اقول لك، ده كان عامل زي العدواني الثلاثي الكهربائي في المنزل. لا عدوان ثلاثي ايه، هو ثنائي، الشاحن والموبايل هم اللي عملوا كده. لا يا بيبي لا، ده كل الادوات الكهربائيه في المنزل باظت، الغساله والثلاجه والمكوه والمراوح. يعني انا ناقص مصايب ومصاريف مش عارف. انا عايزه اعرف احنا نعمل ايه دلوقتي بقى. والله ما عارف اعمل ايه، انا قدامي شهر على الاقل عشان يجي لي فلوس. ازاي الكلام ده؟ الله، طب واحنا هنغسل هدومنا ازاي والغساله بايظه؟ هنشرب ميه ازاي والثلاجه بايظه؟ هنشرب العصير المثلج بتاعي العظيم ازاي؟ وانا هجيب فلوس؟ كل اللي عملته في حياتي يضيع في شحنه موبايل. يا دولا معلش، ما انا قلت لك يا دولا غير رقم تليفونك وانت اللي ما سمعتش كلامي. غير رقم تليفوني؟ يا نهار اسوح يا ابني، يا ريتك كنت موجود ساعه الغساله ما ضربت، كانت شفطت مخك غسلته ورجعته لنا مثلا شبه نظيف ولا حاجه. يا ريت يا دولا، يا ريت. معلش يا حبيبي معلش يا دولا، وبعدين ما دقت الا لما وسعت يا دولا. بص وسع من قدامي عشان عايز اشم هوا، كفايه الاجهزه اللي ضاعت عندي، ده كل حاجه ضربت في بعض. يا دولا ابعد عني خالص. استاذ عادل ما تعترضش على اراده ربنا، الله جاب الله خد الله عليه العوض. الله خد رمزي يعني معروفة طبعا. هعمل ايه هعمل ايه طيب يعني؟ وبعدين يعني اتصرف ازاي في حاجة زي كده؟ ده بقول لك كل الاجهزة اللي عندي ضربت، ما عنديش ولا جهاز واحد سليم، هعمل ايه؟ معيش فلوس. مشكلتك يا استاذ عادل ان انت بتتعامل معايا انا على ان انا قهوجي، بنزل قهوه وشاي بس. لا ما انت بتنزل ينسون وبتنزل كوكتيل، حد قال لك حاجه؟ مش قصدي يا باشا، انا قصدي ان انا احب اريح الزبون، وياما ياما بعون الله حليت مشاكل وعالجت زباين كتير قوي. يا دي حته انت لاقي تاكل اصلا علشان تسلفه فلوس يعني؟ يا ابني هو يجيب اجهزه ليه اصلا؟ امال اعمل ايه يعني يا فكيك؟ انا اقول لك يا باشا، بدل الثلاجه قلتين، واخد بالك؟ بدل الغساله تشطير، بدل البوتاجاز وابورير، بدل التلفزيون. اعمل ايه حلها دي؟ مش عارف يا باشا، عجز عقل عن التفكير في دي. دول انا عارف، على فكره انا عارف. قول يا خاربها. بدل التلفزيون تلفزيونين. على اساس من كل حاجه اتنين هو قال كده، فانت ولا اي زيطه جاي فيها، مش عايز اسمع صوتك خالص. وبعدين حتى لو انا نويت اجيب الحاجات دي اجيبها منين؟ ما حدش بيبيع الحاجات دي خلاص. يا باشا طلبك موجود، عيب، ده انا حته برضو المعلم ميمون الرجعي. وده تليفونه اهو وعنوانه كمان.
ميمون الرجعي؟ مفيش ميمونين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ الصوت ده جاي منين؟ اهلا يا ابني، امرني تجدني. ايه ده، هي اسمها امرني تجدني؟ ده انا طول الوقت فاكرها غلط، يعني ابجني تجدني. اكيد انت الصح يعني. الجيل الجديد افسد اللغة يا ابني. انا حزين حزين حزين. لا يعني حضرتك ما تبقاش حزين ولا حاجة، ان شاء الله ما فيش لغة فسدت ولا اي حاجة حصلت، كله تمام ان شاء الله. لا انا ما زلت ولا زلت وسأظل حزين حزين حزين. انا مش عايزك تبقى حزين ولا حاجه، يعني احنا بنتكلم مع بعضينا، مفيش اي حاجه عم ميمون يعني. معلش يا ابني، مش عارف ليه قلبي انفتح لك. والله وانا كمان قلبي انفتح لك. بص بقى، عشان كده حضرتك انا محتاج منك ايه؟ محتاج قلتين على مقاشتين رز على طشتين على زيرين، يعني حضرتك كانك بتجهز الست والده والدك يعني. ايه ده، انت داخل على دنيا جديده، هتتجوز ولا ايه؟ هي صراحه مش جديده قوي. ايه، العروسه كانت متجوزه؟ لا حضرتك فهمتني غلط، انا اصلا الاجهزه اللي عندي الكهربائيه كلها ضربت ومعيش فلوس اجيب غيرها، ففكرت اجيب يعني شويه الاجهزه دي مؤقتا. كل شيء في الحياه مؤقت. لا مش كل شيء، يعني مثلا العربيه بتاعتي هي عندي بقالها فتره طويله جدا وما بفكرش اغيرها خالص. ممكن الظروف تخليك تضطر تبيعها. اه صح. طب ياسمين بنتي، وجودها عندي مش مؤقت، دي بنتي بقى. بنتك دلوقتي، لكن بعد شويه هتبقى بتاعت جوزها. اه صح. طيب انا نفسي اهو عندي على طول، يعني حضرتك يعني من زمان وعلى طول ان شاء الله. الانسان نفسه في الحياه وجوده مؤقت. طب اعمل ايه يعني؟ بلاش اشتري الحاجه دي واروح يعني ولا ايه؟ انا كده كده هدي لك اللي انت عايزه، انا بس بنقل. الجهاز جبت اهو يا ماما، عايزين حاجة تاني؟ لا يا حبيبي. طيب الغدا جاهز يا رانيا. يا رانيا يا عادل يا عادل، اعمل ايه بس يا عادل؟ ما انا كنت بحاول اولع البابور، ما كانش عايز يولع. البابور مش عايز يولع ليه؟ انا مش جايب لك كل العدة بتاعت البابور؟ اعمل ايه؟ ما كنتش عارفة اسلك البابور، مش عارفة اسلكه عادي يعني. مش عارفة تسلكيه ازاي؟ ما انا مش جايب لكم ابر وبابور يا جماعة. انا قلت لها يا رانيا اديله نفس من الكباس لغاية ما يطلع جاز، وحط بعد كده عود الكبريت هتلاقيه وهوج، لكن مراتك ما بتسمعش الكلام. يو يو يو، الفيونيا الفيونيا هي اللي عطلانه بقى في امي. فيونيتي اللي عطلانه؟ ده يا جماعه سهل جدا، موري الوابور وهاتي التاني وانتشي على طول. ماما هاتي الزهره والبطاس من جنبك عشان مش قادره اقوم، ركبي قفلت. حاضر حاضر، خدي امسكي. يا ابني يا ابني، ايه ده؟ ايه الجلخ اللي على الياقه قميصك دي؟ عماله تعكي يا مصطفى، مش عايز تنضف. وانا اعمل ايه اكتر من كده؟ ما انا حاطط منديل على الياقه، واعمل ايه اكتر من كده؟ وايه ده ايه ده؟ استنى اوريك. ايه ده شرباتك دي؟ ريحتها زفره، وعماله ادعك فيها من الصبح، برضو مش عايزه تنضف. خلاص ابقى قلب الصندل. يلا يا رانيا، رانيا حصلينا على اوضه النوم وجهزوا الاكل يا جماعه، جعان يا جماعه جعان. بابا خد سفر نفسك بالميه دي لحد ما الاكل يجهز. شكرا يا ياسمين يا حبيبتي. ايه ده؟ ايه اللي في الميه ده؟ كنت هعمل ايه يعني؟ كان لازم احط الليمون عشان يسقع، حطيته في القله. شفت بقى مراتك الخايبه بوظت لنا القله الحيله. اوعي اوعي تقولي كده على بنوتي بعد كده يا اختي. يعني بصي انا بقول لك ايه، بنتي عمرها في حياتها ما بتبوظ حاجه، انتوا اللي بايظانين كلكم. ايه الله كرمك الله كرمك. بس 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 خلاص، بطلوا خناق بطلوا خناق، هتهدفوا بعض بالبقيه. وبعدين ها بالجاز وهحدف عليكم كلكم. خلاص رانيا حصلينا على الاوضه، مش نافع معاكم حاجه، حصلينا على الاوضه. النهارده تعبت قوي، طول اليوم قاعد على رجلي في البازار. سلامتك يا بيبي، الف سلامه يا حبيبي. الله يسلمك. عارفه ما فيش حتى خمس دقايق الواحد ريح فيهم وقام وقف مثلا، على طول قاعد 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 كده. الدرجه دي تعبت يا بيبي؟ اه تعبت قوي النهارده. ايوه ايوه ايوه، على الرجل دي بقى كمان، والرجل التانية الرجل التانية كمان شويه. ايوه يا تسلم ايديك يا رانيا، تسلم ايديكي. انت لسه شفت حاجه؟ وريني وريني. ايوه الملح ده مهم قوي. ايوه حط شويه ملح كمان. استني كده. لا دلع شويه. يا ريت بقى شويه فلفل اسود، فلفل اسود كمان عشان ايه؟ تعبان قوي قوي يعني.
بس حلو كده حلو كده. بيبي انا عايزه اشتكي لك. ايه خير؟ حد ضايقك؟ مغلسين عليا، واخدين حاجتي، مش سايبين لي ولا ابره بابور واحد بس، والجاز بيشطبوا عليه اول باول. انا شاكه ان البنت سناء بتشربه. شاكه؟ اكيد يا ماما بتشربه يا ماما، مش شايفاه مولعه ازاي؟ حتى لو تلاحظي وانت ماشيه من جنبها كده تلاقي نفسها جاز كله. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، انا واعيه وناصحه ومشغله دماغي، ببعد كل عواد الكبريت عن بقها. ايوه مش ناقصين مصايب والنبي. بس بقول لك ايه بيبي، والنبي والنبي حبيب قلبي، انا عايزه حاجتي الخاصه بيا انا، ادواتي الخاصه المنزليه، عشان اعرف احضر لك حاجتك واكلك وشربك قبل ما تيجي. السلام عليكم، ازيك يا عم رجحي؟ اهلا سيد عادل. ها ايه اخبار العده اللي اديتها لك؟ كويسه ومية مية، بس انا عايز عده خاصه بقى للمدام عشان الاشتباكات يعني. ماشي، بس قول لي ايه رايك بقى في الحياه دي من غير تقدم وصخب وضوضاء؟ والله تعبان شويه يا عم رجحي. يبقى ارجع كمان. ارجع فين؟ ده انا ما صدقت وصلت هنا ادب المشوار ده تاني. افهمني، كل ما ترجع بزمنك لورا كل ما تستريح اكتر. ايوه بس يعني ارجع بزمني ازاي؟ قول لي انت، يعني نستفيد منك؟ منك نستفيد؟ انت عايش كده نصك في الغساله ونصك في الطشت. ايوه بس اهم حاجه الياء تنضف. عشان تنضف لازم توحد زمنك، كل ما تخليت عن تقدمك كل ما ترتاح اكتر. سيبك من الوابور. سيبني من الوابور؟ طب واكل ازاي؟ ارجع لعصر الفحم. فحم فكره. وبرضو افض الاشتباكات على مين اللي يعمر الوابور؟ حمادي خلصي بقى، عايز اشرب شاي باللبن. خلاص انا زهقت، انا مش قادره نهنا خالص، دي غبيه وحنديه. ايه مش عايزه تجيبي نقطه لبن في البتاعه دي يا شيخه؟ اقفل هضربك. بلاش العنف مع الحيوانات يا حمادي. انا خلاص دراعي اتخد لحد يجي ياخد مني الرحايه دي شويه. انا يا سناء جايب الرحايه دي مخصوص عشان تهدك وتاثر لسانك شويه كده. انا خلصت الزبده، حد بقى يقلي البيض، وبعدين انا مش هعمل حاجه تاني، انا خلصت خلاص. خلي بقى دوله بقى. ايه اللي حصل يا ده رمز؟ يا عم المعزه اللي انت جايبها لي دي في البازار يا دوله مجنناني خالص يا عم، ساعه جنبيها ومش عايزه تبيض. يا هبل مستني تبيض يا هبل. ايوه دول. ايوه يا دوله. ايه يا دي مقله صغيره يالا ما بتبيضش يالا. يا عم صغيره ايه يا عم، دي بتمقمق. طب ما انت بتنهق، معنى كده ان انت بتبيض؟ صح يا دوله. خلاص يا جماعه انا خلصت الطبيخ كله وخلصت الخروف واستوى. سيبيني الجناحات بقى يا رنا. جناحات يا عبيط؟ ده خروف، هو الخروف عنده جناحات؟ هنسيب لك القوانص. رانيا انت مش خلصتي؟ تعالي خدي مني الرحاله دي شويه، دراعاتي وجعتني. يا قليله الادب بقى، مش معقول كده، مش عارفه تنقطي نقطه لبن واحده بس، حرام عليكي. ايه ايه ما فيكيش لبن؟ حماتي حماتي بالراحه على الجدي شويه سايسي عشان انت اللي اسمك رانيا، تعالي مكاني شويه. نيفر ايفر سوري، انا اتفقت معاكي ان انا هطبخ بس. تطبخي ايه؟ انت مصدقه انك عملتي حاجه للخروف؟ ده انت حطاه قدامك وما لبستهوش، انت قاعده بتتفرجي عليه. يا جماعه ما ينفعش، انا شامم كده ريحه خناق. خناق خناق طبعا، ما انت مدلع مراتك، لكن امك واختك مبهدلهم. يا ريت تسكتي بقى خالص وتحطي لسانتك في بقاتك، ها، وخليكي في القربه المخمومه دي اللي انت معرفش بتعملي بيها ايه، ورانيا في الخروف اللي بتطبخه، وانا في المزرعه مش بتجيب لبن، وست سناء في الحرانيه اللي هي بتطبخها دي. على فكره انا مش هسكت، وهمسك البتاعه دي وارميها فوق. يا جماعه ما ينفعش، هي بتتخانق مع بعض وانا واقف. وبعدين انا مش هسكت بقى ولازم اتصرف، واضح ان ايه العصر ده مش نافعكم، انا هتصرف. خدني معاك. تعبان. ارجع ارجع كمان. ارجع فين؟ انا خايف لو رجعت اكتر من كده اتزحلق في عصر الفراعنه. الزمن ده مش زمن، رحلتك عبر الازمنه هي اللي هتريحك. ورحله عبر الازمنه دي اركب لها ايه؟ اركب لها ساعه حيطه مثلا؟ لا، قانون الاستغناء والترفع عن كل ما هو حديث. ما حضرتك انا مترفع عن كل ما هو حديث لدرجه حضرتك ان انا بشرب الشاي على الفحم وبقعد استنى المعزه لما تحن عليا وتديني بقين لبن، وفي النهايه بتطلع جدي مش معزه. اترك عصر المعزه والفحمه ورجع بالزمن خطوتين لورا. طب الخطوتين اللي هرجعهم يمين ولا شمال؟ عشان حضرتك وانا راجع تهت في الطريق. تبقى مش شايف. ايوه طبعا مش شايف، اذا كان حضرتك راجع بظهري ولا في مرايه ولا فيه باب.
عصر الحجر، عصر الرجل القوي المتين اللي صيحته كانت تهز نساء العالم. ايوه انا عايز العصر ابو صيحه اللي بتهز نساء العالم ده. حضرتك ايه ادواته بقى العصر ده؟ عندي وحدها لك بتخفيض يناسب العصر بتاعها. ايوه كده يا عم راجعي. ايوه رجعني بقى، رجعني رجعني. ما تقلقش المشوار ده انا مشيته قبلك وانت هتكمل المسيره. قصدك بقى هرجع المسيره. الو ايوه انا جاهز بالفلوس. ايوه يا عم ما تخافش، ما بلغتش البوليس ولا حاجه. المهم ياسمين هشوفها ازاي؟ هتبعت عيل صغير ياخد الفلوس؟ ماشي بس ياسمين. الو اخرب بيتك يا شكشوك، ايه اللي اخرك كده؟ انا مش عارف ايه ده؟ ايه فيلم الرعب اللي انا فيه ده؟ انت مين؟ انت من اشبال العصابات ولا ايه؟ عايز فلوس؟ عينيا يا حبيبي هديك فلوس، بس قبل ما اديك الفلوس اشوف وشك. تعالى هنا، تعالى. رايح فين؟ وريني. ايه ده؟ ياسمين؟ بابا عملتي ليه كده ياسمين؟ عملتي ليه كده؟ انا مش فاهم. هو ده اللي خطب بنتك عادل بيه؟ قلعوا الماسك عشان اشوف مين ده. محدش يقلع لي، انا اللي هقلع بنفسي. اهلا لوست عدوي. انت عارفه عادل بيه؟ ايه اللي عارفه؟ ده لوست عدوي السواق بتاع الباص بتاع ياسمين. ما انا قلت لك عادل بيه انه مش مجرم قراري من الاول. عملت ليه كده يا استاذ عادل؟ بص يا باشمهندس عادل، انا ماليش ذنب في اي حاجه، انا سواق اتوبيس. البنت ياسمين بنتك دي بنت الذكيه، هي اللي جابت الماسكات دي وقالت لي نعمل كده. ياسمين هي اللي قالت لك. عملت ليه كده يا ياسمين؟ بابا انت السبب. انا السبب ليه بقى؟ انا اللي قلت لك اختفي نفسك؟ لا يا بابا، انا لقيتك مش مهتم بيا فجأة كده، فعملت الحركة دي عشان انت تهتم بيا. يا سلام يا سلام على الاب لما يهتمش ببنته. بص يا باشمهندس عادل، انا هموت نفسي والبسك جريمة وقول انت السبب. سيبه سيبه يموت نفسه ونخلص منه واحنا باقيين عليه ليه؟ موت نفسك يالا. من الاول وانا حاسس انها مؤامرة عليا. باشمهندس عادل انت عايز توديني المورستان من تاني؟ لا مش انا، مش انا. انت كده كده رايح المورستان، وانت فكرك يعني المورستان هيسيبك؟ سلم نفسك، المكان كله محاصر. مكان ايه اللي متحاصر؟ ما يفك الحصر اللي فيه ده. اضربت. لا لا انا ما اروحش السجن، السجن ما فوت اتوبيس، وانا علوي احب اسوق اتوبيس. بيب 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 يا جشمه. اهلا اهلا يا معلم شكشوك، دي فرصه سعيده جدا. انت ليك في خطف العيال الصغيرين اليومين دول؟ لا يا باشا، انا جاي اساعد الحكومه كده برضه. عادل بيه تغدر بيا وتبلغ الحكومه؟ والله ما بلغت حاجه، انا زي ما اتفقت معاك. حضرتك مين بلغكم؟ مار المدام هي اللي بلغتنا عادل بيه، وكان مفروض سعادتك اللي تبلغنا من الاول. شفت اهو المدام هي اللي بلغت يعني. ماشي يا رانيا ماشي، بتحرجيني مع الحراميه اصحابي ومع عدو الجزمه. سيادتك لقينا الشوال ده في عربيه العصابه يا باشا. وده في ايه ده؟ دولة. انا هنا عروسك يا جزمه. دولة حبيبي، دولة كده ولا دولة؟ تسيبني في ايد العصابه المفتريين دول؟ هم ايه اللي عمل فيك كده يالا؟ ركبوني المراجيح يا عم، وانا مش عايز. وريني عينيك يالا. اهي دول. ولا يهمك يا رمزي، انا هعالجك من الحول اللي جالك ده. والله دولة ازاي دول؟ احط صباعي الاثنين واقوم جايب ده كده وجايب ده كده. يلا استعد. ربنا يخليك يا دولة يا رب. فين؟ السلام عليكم. تعالوا تعالوا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ايه ده؟ تعالوا جايب لكم هدايا بقى جامده جدا. خدي يا ماما ده انت وسناء. يا حبيبي. خدي يا حمادي ده انت ورانيا. ميرسي. يا نجلاء. وده ليك انت بقى يا ياسمين. ايه ده يا ابي؟ معقوله عملت شوبينج كل ده؟ امال ايه، عملت شوبينج جامد جدا. البركه بقى في رمزي والاكتشاف العبقري بتاع رمزي. لا يا عادل، بس ده كتير كتير قوي يا حبيبي. والله يا ماما ما كتير ولا حاجه، ده على فكره ده جزء من الفلوس بتاعت العربون بس. تخيلي يا سلوم، يعني انت عايز تقنعني ان رمزي بالكهرباء اللي فيه جابت الفلوس دي كلها؟ حماتي رمزي دلوقتي اصبح مثال للطاقه الكهربائيه في جمهوريه مصر العربيه. لعلمك دلوقتي ممكن يشحن اي حاجه، ده بيأجروه بالساعه. يا بختك يا عادل، يا بختك يا عادل، يا بختك يا عادل. اسمع بقى،
زي ما هو قريبك هو قريبنا، وزي ما انت ليك فيه انا لينا فيه. لا ايه اللي ليك فيه؟ لا طبعا، الكلام اللي انت بتقوليه ده حماتي، لا انا مش موافق. رمزي ده قريب انا، وانا اللي استحملته الفتره دي كلها، يا ما كسر عندي في البازار، ويا ما تماثيل اتبهدلت، ويا ما زباين طفشت، جايين في النهايه عايزين تاخدوا مني رمز على الجهاز. لا اللي هيقرب من رمز هقتله، سامعين بقول ايه؟ هقتله. يا جماعه بس يا جماعه، ما تخلوش الكهرباء تعمل قفله بينكم بس بقى. بابا انا عندي فكره. عايزه ايه؟ عندك فكره انت كمان يا ياسمين؟ ايه رايك نشوف عمو رمزي بيطلع كام كهربا ونقسمها علينا كلنا؟ بيطلع كام كهربا؟ والله دي فكرة، بس النسبة هتختلف، يعني أنا مثلاً هاخد 90% من نسبة الكهربا. يا لولو طبعاً انت بكتير هتاخد 2% وانت 1%. خلاص خلاص زي ما بقول لكم كده هو، لأن السبب بسيط جداً، إن أنا أحق واحد فيكم رمزي. وبعدين الفكرة دي بما ان احنا قرايب واصدقاء من واحنا صغيرين، يعني تسمح لي يعني ممكن ابقى اشتمك واضربك زي رمزي كده؟ لو في اطار الصداقه زي ما انت بتدعي عادل اوكي، يعني تشتمني اشتمك، تهفني بالقلم اقوم هفك بالشلوط. تضرب مين يا؟ بيقول لي ياض اقول لك ياض، فبلاش يا عادل ننزل المستوى المبتذل ده، ها، وتكون العلاقه ما بيننا فجه فجه. معاك فجد 10. ايه انت هتمشيها مير يعني؟ ماشي نمشيها مير. خلاص بالنسبة بقى للمشاريب، الحساب انجليزي وكل واحد على حجر ابوها معلم. بغض النظر عن التشبيه الفظ اللي انت بتقوله دوان، فاوكي انا موافق، تعالى بقى نتحاسب. نتحاسب قوي قوي. انت ليك عندي كل يوم علبة كشري، ودي بتعتبر فطارك وغداك وعشاك غير التلات كوبايات شاي. اولا يا عادل، الوجبة دي حقي نتيجة مجهودي وفق عدد ساعات العمل الرسمية اللي محددها القانون، يعني انا ليا عندك 10 جنيه فيه. 10 جنيه؟ ايه 10 جنيه دي؟ لا رمزي كان ارخص بقى. بليز عادل، لاخر مره بقول لك رمزي شيء وفهمي شيء تاني خالص، واذا كان رمزي بطبته وسذاجته بيسمح لك انك تستغله فانا نو. طبته ايه وسذاجته؟ انت عايز ال 10 جنيه؟ اتفضل يا سيدي، ادي ال 10 جنيه، ومش عايز بقى اي وجع دماغ بعد كده، اتفضل. يا ترى انت عامل ايه دلوقتي يا رمزي؟